جن وقف شاب على الطريق في هيئة ضابط وودى الشاب المكان مرعب جدا. أبطالي وبطلاتي، هلا والله، عاملين إيه؟ والله وحشتوني، علشان كده قلت أشقر عليكم بقصة جديدة. مستعدين؟ فلنبدأ. شاب باعت بيحكي وبيقول: أنا خالد من المنصورة، وقصتي حصلت من 3 سنين لما كان عمري 21 سنة. في الوقت ده كنت أنا اشتغلت في بلد جنب المنصورة في مستشفى، كنت بروحها الساعة 5 المغرب وبرجع منها 2 بالليل. كنت بروح الشغل بعربيتي، ففي يوم وأنا رايح الشغل لقيت الطريق زحمة جدا، فسألت الناس هو إيه اللي حصل علشان يحصل الزحمة دي؟ فرد الناس إن في حادثة، عربية شرطة عملت حادثة والظابط اللي فيها توفى. فاستغفرت ربنا بزعل واترحمت عليه، ومنين ما الطريق مشي بدأت اتحرك وشفت بالفعل المنظر كان محزن جدا ومخيف في نفس الوقت. فمشيت بسرعة لأن ما استحملتش ورحت المستشفى واستلمت ورديتي. وطول الوقت وانا قاعد في الشغل ما كنتش قادر ابعد منظر الظابط من دماغي. هو المرعب انه ما كانش باين له اي ملامح من قوة الحادثة، ما كنتش شايف غير ايديه وباقي جسمه مليان دم. المهم بعد ما شفت بتاعي خلص جالي زميلي واستلم مكاني وخدت بعضنا ومشيت. كنت ماشي طول السكة تمام وزي الفل، ولكني اول ما مسكت الطريق اللي كانت فيه الحادثة جسم كله اتنفض، وعلى فكرة مش من منظر الحادثة اللي كنت شفتها الصبح، انا جسمي اتنفض واتكلبش من غير اي سبب واضح، لان اصلا وقتها ما كنتش فاكر الحادثه. المهم بدات اسمي الله واخد نفسي بالعافيه ومشيت على الطريق ده بالراحه. والغريب ان رغم ان انا ماشي ببطء جدا فجاه من العدم ظهرت عربيه دوريه شرطه وجريت عليا ووقفتني. فقلت للظابط اؤمرني يا باشا في ايه. لقيت ظابط طويل وعريض نازل من العربيه وكان شكله مكشر جدا. فقلت له في ايه يا باشا؟ قال لي تخطيت السرعة المسموح بيها. قلت له نعم أنا. قال لي أيوة. قلت له يا باشا أنا حتى مش ماشي على سرعة 40. قال لي مفيش الكلام ده ما تكذبش. وفجأة كلبشني خلفي ورماني في عربية الدورية، فأنا كنت خايف جدا لأني ما اتحطيتش في الموقف ده قبل كده، ففضلت أتحايل عليه إن هو يمشيني ولكنه ما ردش عليا. أنا من الخوف بصراحة بدأت أبكي. 21 سنة يعني مش كبير قوي أو ما عنديش خبرة كفاية، وما ركزتش أبدا في الطريق اللي مشانا عليه. المهم بعد مسافة لقيته وقف ونزلني من العربية. ببص قدامي لقيت مبنى كبير جدا ومنور، كان مكتوب عليه اسم شرطة أول، ولكن الغريب إن الاسم ده في منطقة خالية تماما، يعني لا جنبه ولا وراه ولا قدامه أي مبنى تاني، وكأن المبنى ده طلع من تحت الأرض أو لسه بانيينه دلوقتي. فقلت للظابط إيه المكان ده؟ ما ردش عليا ومسكني من ظهري وزقني جوه. المكان كان منور وشكله نظيف من جوه، ولكنه كان سائع وبارد بشكل مش طبيعي، فبدأ جسمي يرتعش وسناني تخبط في بعضها. فقلت له برعب ايه المكان ده يا باشا؟ انا قلت له كده، وفجأة بدأت اسمع صوت اشخاص عمالة تصوت، حريم ورجالة، شيء مرعب. والمرعب ان ما بص جنبي ما لقيتش الظابط، فجأة اختفى وما بقاش لي اي اثر. ففضلت نادي واقول يا باشا يا حضرة الظابط، ما حدش ابدا رد عليا. فببص على المكتب اللي كان واقف عنده لقيت مفاتيح، فمسكتها وقلت يا رب تكون بتاعة الكلبش، وحاولت كتير جدا بكل المفاتيح لحد ما بالفعل لقيت مفتاح تبع الكلبش، ففتحته وطلعت اجري بسرعة على باب القسم. فضلت احاول افتحه بكل الطرق ولكن الباب ما بيتفتحش. جربت كل المفاتيح وبرضه ما اتفتحش. فوانا واقف سمعت صوت حد بيتكلم، كان صوت راجل عجوز بيقول ما تحاولش. فقلت انت مين يا عم الحاج وانت فين اصلا؟ قال لي انا هنا بس اوعى تحاول تفتح الباب. فسمعت الصوت وفضلت ماشي عليه لحد ما وصلت المكان غريب جدا، كانت اوضه ضلمه تماما بس ساقعه جدا. حاولت انور النور بتاعها ولكن ما نفعش، فدخلت خطوتين كمان على صوت الراجل، ووقتها حصل شيء مرعب. باب الاوضه الضلمه اتقفل عليا وانا جوه، وبعد ما كانت فيها بصيص نور بسيط بقت كحل حرفيا، وبدات اسمع وقتها صوت حاجات بترزع بشكل مرعب وكأن دراج حديد او درف بتتفتح وتترزع. فمن الرعب فضلت استنجد بأي حد واقول الحقوني، ولكن
مفيش أي حد سمعني، لأن زي ما قلت لك المبنى لوحده تماما في مكان فاضي. فسمعت نفس الصوت بتاع الراجل العجوز كان بيقول لي ما تخافش يا ابني، استعين بالله وما تخافش، كلها شوية وهتبقى في أمان. أنا سامع صوت الراجل ده كويس وسط الترزيع ده مش عارف إزاي. فقلت له شوية قد إيه يعني يا حاج، وإيه اللي بيحصل، وبعدين ما تيجي تقف جنب هنا نجمد قلب بعض. قال لي ما ينفعش يا ابني، يا ريت أقدر. فقلت له ليه؟ قال لي امسك نفسك بس واستعيذ بالله. ففضلت استعيذ بالله وانا مرعوب، وكنت عمال حاسس ان في ناس كتير جدا حواليا وانفاسهم في وشي، ولكني مش شايف اي حاجة. فغمضت عيني وقعدت على الارض وحطيت راسي ما بين رجلي، وكنت عمال اعيط واقول في ايه اللي بيحصل لي، طيب يا رب لو ده كابوس فوقني منه. ووقتها وانا مغمض عيني سمعت صوت انا بحبه جدا، كان صوت اذان الفجر. فحسيت وقتها وانا قافل عيني ان في ضوء، وصوت الادراج والدرف اللي بترزع وانفاس الناس اللي حواليا بدا يختفي. ففتحت عيني بالراحه وبرعب، وكانت المفاجاه المرعبه، لقيت نفسي في قلب المشرحه بتاعه المستشفى اللي شغال فيها، وده يفسر المكان ليه كان ساقعه جدا، وصوت كمان الادراج اللي كانت عماله ترزع. بس ثانيه، انا جيت ودخلت المكان ده ازاي؟ انا علشان ادخل هنا لازم ادخل من باب المستشفى الرئيسي. فبصيت حواليا برعب وانا مش فاهم في ايه، وببص لقيت درج من ادراج ثلاجة الموتى مفتوح، فرحت لعنده وانا خايف علشان اقفله. والمرعب ان نفس الضابط اللي خدني وجابني هنا هو نفس الشخص اللي موجود في الدرج، فكنت هتجنن حرفيا. ولكن سمعت نفس صوت الشخص العجوز ده بيقول لي روح يا ابني بسرعة من هنا، قرينه زعلان وعايز ينتقم، روح يا ابني. فخدت بعضي وطلعت اجري من باب المشرحة. والمرعب ان فتحت الباب وطلعت لقيت نفسي بقيت في الشارع، يعني ما طلعتش منها على المستشفى. فبعدت شوية كده عن المكان وبصيت له اتصدمت، لقيته بيت مهجور وشكله مرعب جدا، وإزازه كله مكسر ومقفول بباب خشب قديم وعليه جنزير وقفل كبار. والغريب ان لقيت عربيتي قدام البيت ده، رغم ان الضابط ركبني عربية الدورية. فلاني كنت واقف مش عارف ايه اللي بيحصل، ركبت عربيتي وبدل ما اروح خدت بعضي ورحت على المستشفى علشان اتأكد كل اللي شفته ده كان حقيقي ولا وهم، وهل فعلا في ضابط في المشرحة بالمواصفات دي ولا لا. وفعلا رحت المستشفى، اول ما زمايلي شافوني اتفاجئوا لان شكلي كان مطرب ومتبهدل جدا. فقلت للمسؤول عن المشرحه يفتحها بسرعه، ففتحها ودخلت وفتحت نفس الدرج، وبالفعل لقيت نفس الضابط. فسالت المسؤول عن المشرحه ايه الحاله دي، قال لي ده ضابط عمل حادثه على الطريق الزراعي السريع النهارده. فعرفت ان دي الحادثه اللي شفتها الصبح. فمن اللي حصل والتفكير الزياده لقيت نفسي بيغمى عليا. فوقتها وانا بيحصل لي كده قلت لهم روحوني على البيت بسرعة، وبالفعل بعد شوية فقت ولقيت نفسي في البيت، وكان وقتها اصحابي لسه موجودين حواليا. فحكت لهم على كل اللي حصل، وهم كمان قالوا لي انهم سمعوا خبط ورزع في قلب المشرحة، ولكنهم لما كانوا بيفتحوها ما كانوش بيلاقوا اي حاجة، وكأن اللي كان بيحصل لي ده كان في بعد تاني. ولكن اللغز هنا مين الراجل العجوز اللي كان بيكلمني، هو ملاك ولا جن مسلم؟ مش عارف، هشوف رأيك انت في الكومنتات. ولحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل، وبس كده.